الهدف من هذا العرض هو تعريف طلبة الطب البشري على مبادئ العلاج الكيميائي للسرطان Principles of Chemotherapy، خيارات علاج السرطان Cancer Treatment Options، خيارات علاج الأورام هي أربعة: الجراحة سيرجري، الإشعاع راديوثيرابي، العلاج الكيميائي كيموثيرابي، والعلاج البيولوجي أو المناعي بيولوجيك أور إميونوثيرابي. في جميع الحالات يكون الهدف هو الشفاء كيور. أما إذا كان ذلك غير ممكن مثلا بسبب انتشار السرطان ميتاستاسيس، يصبح الهدف تحسين نوعية حياة المريض باليشن. أفضل علاج للسرطان غير المنتشر هو العلاج الموضعي مثل الجراحة والإشعاع. بعض السرطانات المنتشرة يتم شفاؤها بالعلاج الكيميائي فقط مثل سرطان الدم لوكيميا. في بعض الحالات يتم إعطاء العلاج الكيميائي قبل أو بعد الجراحة، وذلك من أجل تسهيل استئصال الورم resection أو منع عودة الورم recurrence على التوالي. تصنيف أدوية العلاج الكيميائي للسرطان حسب انتقائيتها للخلايا السرطانية: Anti-cancer drugs classification according to cancer cell selectivity. أدوية علاج السرطان التقليدية Conventional anti-cancer drugs. الأدوية الكيميائية التقليدية تقتل الخلايا السرطانية عن طريق إحداث ضرر في الحمض النووي DNA damage أو اعتراض عملية الانقسام mitosis. المشكلة أن هذه الأدوية غير انتقائية، أي أنها تؤثر على الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية التي تنقسم بسرعة مثل نخاع العظم bone marrow، والتي تكون خلايا الدم الحمراء والبيضاء وخلايا بصيلات الشعر hair cells وغيرها. عدم الانتقائية يسبب أعراض جانبية شديدة مثل تساقط الشعر ألوبيشيا وفقر الدم أنيميا وتناقص خلايا المناعة immunosuppression. العلاج الموجه targeted therapy. العلاج الموجه كما يوحي الاسم يكون موجها ضد الخلايا السرطانية فقط. يستهدف العلاج الموجه أهدافا موجودة أو ضرورية لبقاء الخلايا السرطانية فقط، وليست موجودة أو ليست ضرورية لبقاء الخلايا الطبيعية. على سبيل المثال، جين هيرتونيو متواجد في خلايا سرطان الثدي وليس خلايا الثدي الطبيعية، وهو ضروري لنمو الخلايا السرطانية فقط. دواء هيرسبتين هو علاج موجه يستهدف هذا الجين ويدمره ويوقف انقسام خلايا سرطان الثدي بدون أثر على الخلايا الطبيعية. العلاج الهرموني Hormonal Therapy. مبدأ العلاج الهرموني هو معاكسة هرمونات تحفز نمو الخلايا السرطانية. هذه الأدوية انتقائية للخلايا السرطانية لأنها هي فقط التي تستجيب للهرمونات. على سبيل المثال، بعض النساء لديهن مستقبل استروجين Estrogen Receptor. ارتباط استروجين على هذا المستقبل يحفز انقسام خلايا سرطان الثدي. تاموكسيفين هو علاج هرموني يعمل كخصم تنافسي competitive antagonist مع استروجين، وذلك على مستقبل استروجين، ويمنع انقسام خلايا سرطان الثدي، وهو يستعمل لمنع وعلاج سرطان الثدي. بعض الأدوية تعاكس الهرمون الذكري تستوستيرون الذي يحفز نمو خلايا سرطان البروستاتا لدى الرجال prostatic cancer. العلاج البيولوجي أو المناعي Biologic or Immunotherapy. مبدأ العلاج المناعي هو مساعدة جهاز المناعة على تدمير الخلايا السرطانية بشكل انتقائي. أمثلة على ذلك استخدام طعم السرطان. هذا الطعم يقوي مناعة الجسم ضد السرطان. مثال آخر هو استخدام فيروس يدخل إلى داخل الخلية السرطانية ثم يقوم بدمج الحمض النووي الفيروسي
مع الحمض النووي للخلية السرطانية، وهذا يساعد جهاز المناعة على التعرف على هذه الخلايا الخبيثة. يسمى هذا العلاج الجيني، جين ثيرابي. كل هذه لا تزال تحت التجربة البحثية، ولم يتم استخدامها على البشر بعد. تصنيف أدوية العلاج الكيميائي للسرطان حسب اعتمادها على دورة حياة الخلية. Anti-cancer drugs classification according to cell cycle specificity. دورة الخلية cell cycle. بعض الخلايا السرطانية سريعة الانقسام وبعضها بطيئة الانقسام. هذا ينتج عن الفروقات بين الخلايا من حيث الوقت اللازم للمرور عبر دورة الحياة cell cycle، والتي تنتهي بالانقسام إلى خليتين two daughter cells. مراحل دورة حياة الخلية هي: أولا gap 1 phase or G1 phase أو فجوة واحد. ثانيا DNA synthesis phase or S phase، وهي مرحلة تشكل الحمض النووي. ثالثا gap 2 phase or G2 phase أو فجوة اثنين. رابعا mitotic phase or M phase، وهي مرحلة الانقسام. خامسا وأخيرا G0 phase or quiescent phase، وهي مرحلة السكون حيث تتوقف الخلية عن الانقسام. تقسم أدوية العلاج الكيميائي حسب اعتمادها على دورة الخلية cell cycle specificity إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هي أدوية معتمدة على دورة الخلية cell cycle specific drugs. المجموعة الثانية هي أدوية غير معتمدة على دورة الخلية cell cycle non specific drugs. أدوية علاج السرطان المعتمدة على دورة الخلية cell cycle specific drugs. تعتمد هذه المجموعة على كون الخلايا السرطانية في المراحل التي تكون فيها الخلية تنقسم بسرعة، أي في مرحلة تكاثر الحمض النووي S phase أو في مرحلة الانقسام M phase. تقوم هذه الأدوية بقتل الخلايا من خلال اعتراض خطوات أو إنزيمات معينة ضرورية لتكاثر الحمض النووي أو ضرورية لعملية الانقسام. هذه المجموعة أكثر فعالية للسرطانات سريعة الانقسام مثل سرطان اللوكيميا، لأن معظم الخلايا في هذه الأنواع من السرطان تكون في مراحل الانقسام S phase or M phase. أما السرطانات بطيئة الانقسام مثل سرطان الرئة والكولون فهي لا تستجيب لهذه الأدوية، لأن معظم الخلايا في هذه الأورام لا تكون نشطة من حيث الانقسام. أدوية علاج السرطان الغير معتمدة على دورة الخلية cell cycle non-specific drugs. هذه المجموعة لا تعتمد على كون الخلايا السرطانية في مرحلة معينة من دورة الخلية، بل تقتل الخلايا في كافة مراحل دورة الخلية. هذه المجموعة أفضل للسرطانات بطيئة الانقسام مثل سرطان القولون والكبد وغيرها، لأنها لا تحتاج إلى الخلايا في مراحل الانقسام S phase و M phase. تقوم هذه المجموعة بقتل الخلايا الخبيثة عن طريق إحداث ضرر في أجزاء مهمة لبقاء الخلية مثل إحداث ضرر في الحمض النووي DNA damage، أو منع تصنيع النيوكليوتيدات الضرورية لتصنيع الحمض النووي DNA، أو منع اكتمال الانقسام من خلال منع مغزل الانقسام mitotic spindle وغيرها. أدوية علاج السرطان المعتمدة على دورة الخلية cell cycle specific drugs تكون فعالة خلال مراحل الانقسام النشط، وهي مرحلة M phase و S phase من دورة الخلية، وبالتالي يعطى العلاج على شكل دورات cycles. مثلا تحقن الجرعة مرة كل أسبوعين، وذلك حتى يتزامن حقن الأدوية مع مرحلة M phase و S phase من دورة الخلية. أما أدوية علاج السرطان الغير معتمدة على دورة الخلية cell cycle non-specific drugs،
فهي فعالة في كافة مراحل دورة الخلية، وبالتالي العلاج يعطى بشكل متواصل continuous administration وليس على شكل دورات، لأن الأدوية لا تعتمد على مراحل دورة الخلية. تصنيف أدوية العلاج الكيميائي للسرطان حسب آلية العمل Anti-cancer drugs classification according to the mechanism of action. Alkylating and anti-tumor antibiotics. مثال على alkylating agents cyclophosphamide و cisplatin. مثال على anti-tumor antibiotics bleomycin. تتحول هذه الأدوية إلى مركبات سامة reactive intermediates تسبب ضرراً في الحمض النووي DNA damage. الضرر يظهر على شكل تكسر في الحمض النووي DNA breakage أو إنشاء روابط bonds بين حبلي الحمض النووي DNA strands مما يمنع انفصالهما. تكسر ومنع انفصال DNA strands يوقف تكاثر الحمض النووي مما يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية. توبوايزوماريز poisons. هذه الأدوية تمنع إنزيمات توبوايزوماريز. هذه الإنزيمات تساعد حبلي الحمض النووي DNA strands اللذين يكونان ملفوفين على بعضهما البعض أن يفكا unwind قبل أن ينفصلا، وذلك حتى تستطيع الخلية أن تصنع حمض نووي جديد تكاثر الحمض النووي DNA replication. وبالتالي وقف تكاثر الحمض النووي DNA يقتل الخلية لأنه يمنع انقسامها. أنتي ميتابولايتس. مثال عليها عقار 5-فلورويوراسيل. هذه الأدوية تمنع إنزيم ثايميدايليت سينثيز الضروري لصنع النيوكليوتيدات نيوكليوتايدز. النيوكليوتيدات هي العمود الفقري لصنع حمض نووي جديد، وبالتالي تسبب فشل في تكاثر DNA مما يسبب موت الخلايا السرطانية. Mitotic spindle inhibitors الأدوية المانعة لمغزل الانقسام. مثال عليها فينكريستين. خيوط مغزل الانقسام تفصل الكروموزومات إلى نصفين، كل نصف يبقى على قطب من أقطاب الخلية، وذلك تمهيدا لانقسام الخلية إلى خليتين ميتوسيس. خيوط الانقسام تحتوي على بروتين يدعى تيوبيولين. هذه الأدوية ترتبط مع تيوبيولين وتتعارض مع وظائف الخيوط، وبالتالي توقف انقسام الخلايا السرطانية. الاستخدام السريري لأدوية علاج السرطان Clinical Pharmacology of Anti-Cancer Drugs. العلاج الكيميائي الأول الأساسي Primary Induction Therapy هو وصف العلاج الكيميائي كعلاج أول Induction وأساسي Primary إذا لم يتوفر علاج آخر، مثلا عندما يكون السرطان منتشرا في الجسم Metastatic Cancer. الهدف من العلاج في هذه الحالة هو تحسين نوعية حياة المريض palliation. نادرا يكون الهدف الشفاء cure، مثلا في حالات سرطان الدم leukemia وسرطان الغدد الليمفاوية lymphoma، حيث يمكن شفاء هذه الأنواع من السرطان باستخدام العلاج الكيميائي الأول الأساسي فقط. العلاج الكيميائي الأول المساعد قبل الجراحة New Adjuvant Induction Therapy هو وصف العلاج الكيميائي كعلاج أول Induction ومبدئي New. الهدف من العلاج الكيميائي هنا هو إحداث انكماش Shrink في الورم، وذلك لتسهيل استئصاله بالجراحة Resection. مثال ذلك سرطان الثدي كبير الحجم Breast Cancer، حيث يعالج أولاً بالأدوية لتصغير حجمه مما يسهل إزالته أثناء العملية.
العلاج الكيميائي المساعد بعد الجراحة adjuvant therapy هو وصف العلاج الكيميائي كعلاج مساعد adjuvant بعد إجراء الجراحة surgery. الهدف من العلاج الكيميائي في هذه الحالة هو قتل خلايا السرطان التي لم يتمكن الجراح من إزالتها أثناء العملية من مكان الورم، وهذا يقلل احتمالية عودة الورم recurrence. مثال ذلك علاج سرطان الثدي وسرطان القولون، حيث يوصف العلاج الكيميائي بعد الجراحة. العلاج الكيميائي بعد الشفاء consolidation therapy هو وصف العلاج الكيميائي بعد شفاء المريض واختفاء المرض تماما. الهدف من العلاج الكيميائي في هذه الحالة هو قتل خلايا السرطان التي قد تكون مختفية في أماكن بعيدة عن الورم remote locations، مما يقلل احتمال عودة الورم recurrence. مثال ذلك سرطان الدم leukemia، حيث تتخفى خلايا سرطان الدم في الخصية testicles، مما قد يسبب عودة المرض relapse. الأعراض الجانبية لأدوية علاج السرطان adverse effects of anti-cancer drugs. سبب الأعراض الجانبية لأدوية العلاج الكيميائي هو عدم قدرة الأدوية التقليدية conventional drugs على التفريق بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية التي تنقسم بسرعة مثل خلايا الدم والشعر وبطانة الأمعاء والبويضات والحيوانات المنوية، مما يتسبب في ظهور أعراض جانبية شديدة عند المريض. توضح هذه الشريحة أمثلة على الأعراض الجانبية الناتجة عن استخدام أدوية علاج السرطان: فقر الدم أنيميا، نقص الصفائح الدموية ثرومبوسيتوبينيا، ونقص خلايا المناعة نيوتروبينيا تنتج عن تضرر نخاع العظم بون مارو سابريشن، التعب والضعف العام فتيك ينتج عن فقر الدم أنيميا، النزيف بليدينج ينتج عن نقص الصفائح الدموية ثرومبوسيتوبينيا، كذلك حدوث عدوى خطيرة لدى المريض serious infections ينتج عن نقص المناعة immunosuppression. وقد يعاني أيضا المريض من تساقط الشعر أو الصلع hair loss or alopecia، وذلك بسبب تضرر خلايا الشعر hair cells. وقد يعاني المريض أيضا من اضطراب شديد في الجهاز الهضمي مثل الغثيان، التقيؤ وفقدان الشهية، وذلك ناتج عن تضرر خلايا بطانة الأمعاء. وقد يحدث أيضا احتباس السوائل في الجسم إديمة بسبب تضرر الأوعية الليمفاوية وعدم القدرة على الإنجاب نتيجة لتضرر البويضات والحيوانات المنوية، وكذلك فقدان الذاكرة نتيجة لتضرر الدماغ. استخدام مجموعة من أدوية علاج السرطان مع بعضها البعض combination anti-cancer therapy. بعكس استخدام المضادات الحيوية، علاج السرطان يستدعي وصف مجموعة من الأدوية وليس دواء واحدا، لأن معظم الأورام لا يمكن شفاؤها باستخدام علاج كيماوي بدواء وحيد. شروط العلاج بمجموعة من الأدوية هي: أولا أن لا يكون لها نفس الأعراض الجانبية، مثلا لا يجوز استخدام دوائين كلاهما يسبب ضرر لنخاع العظم. ثانيا أن تثبت فعالية كل دواء ضد الورم إذا استخدمت منفردة. ثالثا أن لا تتفاعل الأدوية مع بعضها البعض. رابعا أن يتحمل المريض الأعراض الجانبية الناتجة عنها. خامسا وأخيرا أن يكون فيها تآزر، أي أن يكون مفعول الأدوية مع بعضها البعض أفضل من استخدامها منفردة synergism. مقاومة أدوية علاج السرطان resistance to anti-cancer drugs. مقاومة السرطان للأدوية مشكلة خطيرة وشائعة،
عادة يقاوم السرطان دواء واحدا وليس أدوية متعددة، وذلك بعكس المضادات الحيوية. آليات مقاومة العلاج الكيميائي شبيهة بآليات مقاومة المضادات الحيوية، وتنتج عن حدوث طفرات mutations تسبب أولا تقليل دخول الدواء، ثانيا طرد الدواء خارج الخلية عن طريق مضخة efflux، ثالثا تحطيم الدواء عن طريق إنزيمات degrading enzymes، رابعا حدوث طفرة تغير هدف الدواء في الخلية. بشكل فطري السرطانات بطيئة الانقسام تكون مقاومة للأدوية المعتمدة على دورة الحياة cell cycle specific drugs، لأن هذه المجموعة من الأدوية فعالة ضد الخلايا سريعة الانقسام